قامت مؤسسة حياة كريمة بأعمال التطوير والتأهيل لمنازل منهارة جراء السيول والأمطار بقرية غرب أسوان للأهالي. وجاء ذلك بعد انتهاء المؤسسة من بنائها وتطويرها وإعدادها للسكن اللائق. جاءت الأمطار الغزيرة والسيول لتدمر منازل بعض المواطنين في إحدى قرى الصعيد ليخيم الحزن على المواطنين، إلا أن الدولة أبت إلا أن تدخل الفرح والسرور على قلوب أبنائها. هنا في صعيد مصر وتحديدا في قرية غرب أسوان كانت شاهدة على جهود الدولة ممثلة في مؤسسة حياة كريمة لرفع العبء عن كاهل أبنائها وتعويض خسائرهم. المؤسسة عملت على دراسة حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل وعملت على وضع خطة عاجلة لبناء وإعادة تطوير المنازل المتضررة والتي كانت تهدد حياة المواطنين. وقامت المؤسسة بتسليم عدد من المنازل التي كانت منهارة بقرية غرب أسوان للأهالي بعد انتهاء بنائها وتطويرها وإعدادها للسكن اللائق. موجودين في غرب أسوان طبعا احنا بنشكر الاول ان احنا موجودين هنا، لان ده توجيهات سيادة الرئيس من ساعة زيارته ومن ساعة السيول اللي تمت، وطبعا كان توجيهات سيادته ان احنا ننفذ هنا انشاءات ونعمل البيوت الموجودة في منطقة غرب أسوان. كنا في الفترة اللي فاتت بنكمل البيوت اللي تضررت من السيول، عملنا حصر عدد من البيوت بواسطة المتطوعين، والقطاع الهندسي ابتدى شغل عن طريق الشركات المنفذة ما بين رفع كفاءة وإنشاء جديد، وإحنا النهاردة موجودين في أحد البيوت والمتطوعين والمؤسسة بتشرف على تسليمها. وتضمنت أعمال التطوير إعادة البناء والتجديد والتشطيب والتجهيزات اللازمة للسكن، كما تضمنت أعمال التأهيل حزمة من المشروعات الخدمية للمواطنين. إحنا هنا من مدة سنتين كان حصل للقرية موضوع السيول، وعملنا استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب فورا للقرية والأهالي القرية، وجي شرفنا هنا في القرية غرب أسوان، وجي شاف البيوت وعاين، وأمر لمؤسسة حياة كريمة اللي هم من يعملوا لنا هنا البيوت، عشان هنا البيوت في القرية مبنية بالمباني الطين. النزول كعمل ميداني طبعا في المؤسسة، وكان في تدريبات للأبحاث إن احنا إزاي نعمل أبحاث للمستحقين والأكثر استحقاقا. واستقبل أهالي قرية غرب أسوان عمليات تأهيل المنازل بحفاوة بالغة، وأعربوا عن شكرهم وامتنانهم لكل من ساهم وقدم لهم الخدمات التي حققت لهم حياة كريمة. خالص الشكر والتقدير للفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضوره في خرب الغرب وأسوان، واستنجدنا به وحضر بحكومته وأدى تعليمات وأوامر لحياة كريمة. بناء المنازل المنهارة بقرية غرب أسوان نتيجة الأمطار والسيول، وأنا كنت واحد من المتضررين، والحمد لله ربنا وفقنا. وما شفتش رئيس دولة قبل كده جمهورية مصر العربية إن نزل في قرية مصرية ويطرح المبادرة دي، مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. احنا كنا محتاجين الدعم ده من زمان قوي، بس الحمد لله ان هو ايه، الحمد لله ابتدى يتبنى المشاريع اللي هي الاجتماعيه وكده. فانا بحب اشكر السيد الرئيس السيسي يعني جدا جدا، وبتمنى اشكر المؤسسه بتاعت حياه كريمه على الدعم اللي هم قدموا لنا. بشكر القياده السياسيه على رسوم الرئيس السيسي واللي معاه وحياه كريمه، وربنا يديهم الصحه والعافيه. احنا قريتنا كانت فين، واول رئيس يجي في قريه ما حصلتش دي، واحنا بنرحب بيه، وتاني وتالت ورابع، والبيوت اللي اتعملت دي حاجة جميلة إن شاء الله ربنا يخليكم لينا ويخلي الرئيس لينا. إذن هي جهود مستمرة لمؤسسة حياة كريمة لتحسين أحوال المواطنين ودعمهم بمختلف السبل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإيلاء احتياجات المواطنين الأولوية.